وضع طبيعي ان القاهرة هي تقريبا عاصمة العرب في كل المجالات، وانها قبلة العرب وقبلة العروب، وحضن مصر كلها وعاصمتها القاهرة ده شيء بديهي وطبيعي. لكن كون ان يبقى السنة دي بيتم اختيار القاهرة كعاصمة الشباب العرب فده شيء جديد، حتى ان احنا نشوف انجاز اكبر لصالح الشباب في هذا العام ان شاء الله.